المعرض ده هو هي تيمة كبيرة. طبعا حضرتك عارف ان انا القاهرة التاريخية دي لها معزة خاصة عندي، لان احنا في 2019 عملنا معرض مهم جدا اسمه سرديات معاد تخيلها في 4 اماكن في شارع المعز. الفكرة كلها كانت طبعا اعمال مركبة، كان مجهود جبار 12 شهر شغل. المعرض ده مصغر شوية عن اللي كنا عاملينه، والفكرة انه الحيطان دي لو اتكلمت هتقول ايه؟ فالمعرض ده بالذات اللي احنا واقفين فيه انا شايفة انه مهم تاريخيا، لانه حوار العرب، الفنانين العرب سواء من لبنان، من قطر، من مصر، من السعودية، من سوريا، من العراق، المدرسة الفنية او كلية فنون جميلة اسست في القاهرة في 1908. بعديها ب 30 سنة كان في معهد في العراق في بغداد، ففي رابط ما بين الحركة الفنية المصرية والحركة في بغداد وبعدين بقية البلاد. في روابط كتير جدا ما بين المدارس العربية المختلفة وكلها متأثرة ببعض لحد النهاردة. يعني احنا لازم نعترف برضو انه مهم قوي التبادل ما بين المنطقة بتاعتنا، وان يبقى في دمج كله مع بعض. عندنا معرض مهم قوي انه معرض التصميم. المعرض ده بيدمج ما بين الفنون الجميلة والتصميم والتراث، فده برضو من المعارض المهمة. فهيك زي ما انت شايف كل مكان هنا له تيمة معينة وبيتحاور في حاجة مختلفة. من أول ما أسسنا أرض إيجيبت في 2016 هي دي كانت الفكرة المختلفة، ان احنا بدل ما بنروح مكان حيطان بيضاء او مكان عادي جديد، احنا بلد غنية جدا بثقافة وثقافات مختلفة وحضارات مختلفة، بداية من المصري القديم الحضارة الفرعونية للقاهرة التاريخية، الإسلامي، القبطي، في كمية ثقافات داخلة مع بعض اللي شكلت ليه مصر غنية. فهي الفكرة كلها الرابط ما بين القديم والجديد ورواية القديم بلغة الفنان المعاصر اللي عايش معانا النهاردة، وده اللي مخلي المعارض فعلا الناس كلها عايزة تزورها. والمعارض كلها منسقة وليها تيمة معينة، وبجد بنشتغل على المعارض لمدة 12 شهر. احنا عندنا 3 معارض اشتغلوا مع بعض، الهرم الأبد هو الآن رقم 3 النسخة الثالثة. الناس بتخش تدفع بس تذكرة الهرم، بتخش تستمتع بالأعمال المركبة. الأعمال السنة دي كلها أعمال ليها دعوة بالزائر، الزائر بيخش يتفاعل مع العمل الفني. هي معرض قوي جدا لأنه فيه 14 فنان، فكان أكبر معرض في أصعب سنة. وطبعا وسط البلد شارك فيها أكتر من 100 فنان مصري، والنهاردة في القلعة. معارض بتاعتنا كلها، لأن احنا فكرة أرض إيجيبت إنه الفن ده للجميع. احنا بننزل بالفن في مناطق أثرية مفتوحة للجميع، احنا مش في مكان مغلق، مفيش تذكرة، مفيش اي حد بيطلب منك ولا ان انت تشتري ولا ان انت تبقى مقتني فن. انت بتيجي تخش تدفع تذكرة القلعة عادي كأنك جاي تزور القلعة، بتزور القلعة وبعدين بتيجي تزور المعارض الفنية. فدي فكرة أرض إيجيبت، إنه دايماً الفن للجميع. عشان كده احنا دايماً بنعمل الافتتاح الرسمي أول افتتاح كشكر يعني للناس إنها تيجي تتفرج. وفي جامعات وفي مدارس كتير جداً بتيجي تزور المعرض الأبد هو الآن. من دلوقتي المدارس بتكلمنا وجاية إن شاء الله تزور. هو الأبد هو الآن، الاختلاف إنه المعارض دي بشراكة العالم كله. احنا عايشين في العالم، ما ينفعش نحاور بعضه بس، لازم نتحاور مع العالم كله. احنا جزء من عالم كبير لازم نبقى فاهمينه،
لازم نبقى عارفين نتكلم مع الناس قد ايه رسالة الفن مهمة، انها بتجمع ناس من جميع انحاء العالم جم وقعدوا في فنادق مصرية وبيخشوا يزوروا اماكن سياحية في مصر، وده تشجيع للسياحة الثقافية من مستوى معين. دي ناس عندهم قوة ان هم يقدروا يعملوا اختلاف، واحنا بلد في الاول وفي الاخر سياحية، ومهم جدا ان السائح يبقى من هنا من مصر بيصور وبيبعت رسالة للعالم كله، انا هنا في مصر مبسوط، الناس طيبة، الناس بتساعد، انا في بلد آمنة. ودي رسالة مهمة قوي، يعني من خلال شوف حيك معرض فني كم الرسائل اللي بتروح، هيك احنا اوريدي اتنشر الخبر في 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 جرايد من العالم كله. لسه النهارده مبعوت لي كوندي ناست ترافلر، وده صحيفه مهمه جدا للسياحه في العالم يعني. فده مهم قوي، واحنا بنعمل ده بمجهود بصراحه فريق عمل نساء مصريين زي آلاء اللي انتوا شفتوها النهارده، وبنشتغل كتير جدا، الموضوع مش سهل، احنا بنشتغل 12 شهر عشان نحقق النتيجه دي. انتونيلا ليوني، انا ايطاليه، وصلت القاهره 2015 ودخل الاكاديميه الخط العربي، عشان لما كنت عند لندن انا درست في المتحف في بريطانيا الفن الاسلامي، وبين كل الفن الاسلامي الخط العربي الاجمل. ليه؟ عشان روحه، يعني في أستي لو كل الكلام في الخط العربي انزل من السماء عشان اكتب القران الحديث، يعني كل الكلام كده جديد علي، عشان انا ما كنتش اعرف القران، ما كنتش اعرف الحديث، لكن انا لما علمت الخط العربي علمت شويه كمان الايات من القران، ولما مش فاهمه انا اتكلم مع المسلمين، صديق المسلمين، ويعني اتكلم على الايات انا مش فاهمه. درست الفن الاسلامي والخط العربي عند الاكاديميه بابلوك في القاهره، كل المدرسين والطلاب مبسوطين عشان اول مره كانت اجنبي من ايطاليا، عليا حاجة بسيطة، يعني ما فيش مشكلة، مش لابسة مسلمة، لكن كانت مبسوطين كتير وأنا كمان عشان أتعلم الفن الخط العربي. اللغات في المعرض أرض إيجيبت أول مرة أنا مشاركة، لكن أنا كنت عارف أرض إيجيبت ممكن ثلاثة سنة، عشان في المعرض عند المويس أنتونيلا، يعني أنا كتبت في الكتالوج المهم الخط العربي، عشان فن جميل ما شاء الله، ولازم الناس مش ينسي كمان الزخرفة، كله الفن الإسلامي راحة، يعني لازم كل الناس يتعلموا من الصغيرين وكمان الكبير، عشان زي أنا علمت كل الناس ممكن علم. المكان كده أول مرة مشاركة لغات، وأنا أفكر مشاركة حاجة لغات من الروح، الروح بتاعتي، يعني مثلا ألف لام مين، أنا علمت ربنا بس أعرف المعنى، لكن أنا درست شوية المحي الدين ابن عربي، وفي كلام مهم أنا بحب، عشان كده علمت المعنى عليا، يعني مثلا ألف لام ميم كلام بسيط، حروف حروف، يعني حروف لما الآيات فتح، يعني
وزي الايات تفتح من الكلام بزيد، انتونيلا كمان اجرب من حروف بزيد ألف ب ب، يعني زي الطفل عشان أجنبي. وعشان كده كده مثلا كل الناس ممكن مش مسلمين ومش العربي كمان ممكن يتعلموا حاجة كبيرة. وكمان الرجل كده رجل موجود في قدام العزر المسجد، هو عند الباسكت الصندوق الجوافة ونام، وأنا فكر هو يعني نام ممكن في حلم، ممكن فكر على حبيبة بتاعه ولاد، ممكن ما فيش فلوس، وعشان كده أنا فكر هو جميل جميل ما شاء الله جميل، وكانت جميلة الفاكر بتاعي، بس الناس مشى في الشارع ما شفتوش، ما شفت حاجة جميلة زي كده، وعشان كده أنا فكر لازم عامل ما الفاكر بتاعي لغة، عشان هو في المستقبل في يوم وعارف في حد كنت بحب هاوي 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 هاوي. يتيح هذا المعرض تواجد عدد من الفنانين المصريين والعرب يعرضوا أعمالهم في مختلف القاعات الموجودة في دار الدرب، مصحوب بعرض لبعض المصممين المصريين للمصممين الموضة والأثاث لجمهور القلعة من زوار مصريين وأجانب. والحقيقة التواجد معارض للفن المعاصر في المناطق التراثية ده أحد الخطوات اللي بدأت الدولة تهتم بيها في الفترة الأخيرة لتنشيط السياحة التراثية والاقتصاد الإبداعي، وده إحنا بنشوفه فرصة كويسة إن تبتدي قلعة صلاح الدين اللي فيها أحد أهم المساجد الموجودة في مصر زي مسجد محمد علي ومسجد الناصر محمد، إن يتعرض داخل أسوارها معرض للفن المعاصر يثري تجربة الزوار ويقدم لنا بعد جديد في التعامل مع مناطقنا الأثرية. طبعا وجود معرض للفن المعاصر في مجال تراثي في تبادل كبير للقيم التراثية والقيم الفنية ما بين الكيانين. المعرض بيستمد ثقل من وجوده في منطقة أثرية هامة، أحد أهم المواقع المسجلة في اليونسكو في قلب القاهرة التاريخية، وفي نفس الوقت الفن المعاصر بيدي طابع حديث للأثر، يضيف لي روح جديدة تقدمه بيها للجمهور في شكل وثوب جديد، خصوصا مكان زي دار الدرب كان منطقة أثرية أو مكان أثري مغلق، إحنا بدأنا نعيد فتحه للجمهور في صورة جديدة وثوب جديد، وده اللي بنتمنى إن العلاقة التبادلية ما بين الآثار والفن المعاصر تحقق لنا النتائج المرجوة من جذب للزائرين وعرض للمنتج الفني المصري المعاصر والتراث المصري القديم. المعرض مجاني للجمهور، السادة الزوار بيقدروا يشتروا تذكرة الدخول للقلعة يستمتعوا بالآثار الموجودة، ومتاح ليهم زيارة المعرض مجانا بدون دفع أي رسوم إضافية، وده شيء يهمنا بالذات إن القلعة من أحد المزارات المحببة للطلبة المصريين سواء في الجامعات والأجانب. الحقيقة المعرض متنوع جدا، عندنا مجموعة من قاعات العرض، واحدة منها بتعرض معرض جماعي لعدد من الفنانين العرب والمصريين. المعرض ثري جدا في محتواه، في أعمال كتير متنوعة، وفي بعض الأعمال النحتية الموجودة في بعض القاعات الأخرى، في كمان قاعتين مخصصتين للفنون الخاصة بالأثاث والموضة، بتحتوي على 10 عارضين من أهم المصممين والعارضين المصريين، شركات مصرية تصميماً وتنفيذاً. وفي كمان عدد من القاعات بنعرض فيها التصور الجديد لإعادة استخدام وتطوير
دار الدرب، وده بيتم لأول مرة في قلعة صلاح الدين. عرض تفاعلي رقمي بيقدم للجمهور التصور لدار الدرب مستقبلا، هتبقى محتواها ايه، هيبقى عامل ازاي، وتقدر الناس تتفاعل معانا من خلال هذه التجارب المختلفة اللي بنقدمها في جو ثقافي جميل، ومتوفر جنبه كل الخدمات اللي الزائر يقدر يقضي يوم كامل في القلعة بكل الخدمات والتجارب المختلفة اللي بيحبوا يشوفوها. في المعرض مشاركة بعملين، هم من مجموعة البحر المتوسط. بديت المجموعة من سنوات، وعرضتها كذلك في مجموعة في تركيا ومجموعة في دبي، وتتكلم عن مأساة المهاجرين واللي يصير يعني في البحر المتوسط قصدي. ففي تصوري الفنان لازم يعطي جزء كبير من حياته للآخرين. يعني هني أنا أتكلم كثير عن الأطفال، وأنا في أساساً في أعمالي كثير أتكلم عن مأساة الطفل في العصر الحالي، يعني لأن هم اللي قاعدين يدفعون ثمن كثير يعني من أخطائنا نحن الكبار. المكان الأثري إلى طبعاً حضوره في العروض الفنية، وخاصة أن هذا يعني أنا لما دخلت بصراحة هزني روحياً لما دخلت، يعني كأن في حوار بيني وبينه. فأتصور المكان مش جيد، إذا جيد جداً يعني ممتاز. العنوان تبع المعرض الجدار، عندما الجدار تتحدث، وهذا واحد من أقوى يعني الأحاديث اللي الجدران تقدر تتكلمها. نحن ما بدينا نتكلم، هو الجدار بدأ يتكلم يعني. أنا عرضت في أماكن كثيرة في العالم. بديت أنا مثل ما كلمتك في البداية، أقول لك أنا عايشة في دبي وفي إيطاليا. بداية معارضي كانت في أوروبا، في الثمانيات كنت أعمل performance، وعرضت كثير في إيطاليا، في جنيف، في فرنسا، في أمريكا، في الشرق الأوسط، يعني تقريباً كله، في الهند، في أماكن كثيرة يعني. وسعيدة أني أنقل هذه صورة المأساة لأكثر دول أقدر عليها يعني. الفن التشكيلي في أوروبا والعالم الغربي بين قوسين إلى تاريخه. نحن في الشرق الأوسط، يعني أنا ما أتكلم عن مصر، طبعاً مصر إلى قواعدها، وكذلك سوريا والعراق، لكن نحن بالنسبة للخليج المدرسة التشكيلية أو الفن التشكيلي دخل من سنوات قليلة يعني. يعني هي كلها محاولات فنان. انا اتصور ان من دوري انا كفنانه من الامارات اني اشتغل على هذا، اني اخلق هذا الشيء، او اقرب المشاهد للفن التشكيلي. انا من 2009 بديت اعمل معارض في الامارات، وبدايه اول معرض عملته اسمه الصحراء واهل الرمال الحمراء، وكان يتكلم بالفعل عن هو بورتريهات لكن لناس خلقوا الإمارات، ومنها بديت رحلة معهم. أعمل كثير، أشتغل كثير على النساء بجمالهم، بقوتهم، بصراخهم أنا أقول في بعض الأحيان، وهذا طبعا واحد من الأشياء التراثية مالتنا يعني.